اما هلا هايدي بننتقل لمحطتنا الطبيه لليوم. رح نحكي عن المي البيضاء مثل ما بنسميها بالعاميه. شو هي المي البيضاء، اثارها، كيف بيتم علاجها، وبنسمعها بشكل كثير كبير انه هي قديش ممكن تكون اثارها خفيفه ولا ممكن تكون قويه على العين. اكيد، وخلينا نقول انه هي الحاله ممكن تتطور ببطء على مدار السنوات، اما لاسباب خلقيه او لسبب تقدم بالعمر او اصابه العين بالعديد من الالتهابات. لذلك يعتبر اعتام عدسه العين سببا رئيسيا لفقدان البصر لدى كبار السن حول العالم. لنحكي اكثر عن الموضوع مشاهدينا وعن الاسباب وطرق العلاج. بيسعدنا انه يكون معنا لليوم الدكتور جهاد ميلاتي، اختصاصي في امراض العين وجراحتها. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباح المشاهدين جميعا. صباح الخير دكتور. بالبدايه خلينا يعني كثير بنسمع عن المي البيضاء والمي الزرع، مثل ما يعني حكيتي، يعني هو من ما في حدا منا ما سمع بكلمه مي بيضاء ومي زرع. حدا بالعيله لازم يكون صائص. فكره الماء الابيض هي اقدم مرض عيني مشخص منذ الاف السنين. شو السبب؟ سبب انه هو مشاهد بالعين المجرده. عند وقت بتتطور المي البيضاء بتكثر بتصير مرئيه بالعين المجرد، يعني ما بدها تشخيص مجهري. فهو منشوف منظر نقطة بيضة موجودة ضمن حدقة العين. هلأ كمصطلحات شائعة ممكن مي بيضة أو مي زرقة، نفس الفكرة نفس المصطلح، مي البيضة والمي الزرقة، هاي بالمصطلحات الشعبية الدارجة. المي السوداء هلأ هي علميا مختلفة، هي بتكون ارتفاع ضغط العين أو الزرقة. منرجع للمي البيضة أو المي الزرقة، تعريفا هو يعني باللغة العربية هو الساد، بنسميه الساد، أو باللغة الإنجليزية هو الكاتراكت. الفكرة وين بتكون؟ الفكرة أنه العين، نرجع لتشريحها، حتى تنقل الصورة بشكل واضح لازم يدخل الضوء لداخل العين ويحدث فيه انكسار ويصل للشبكية، والشبكية تنقل الصورة للدماغ. هلأ العين الله خلقها فيها عدسة طبيعية، هو جسم البلوري. الجسم البلوري عادة بيكون شفاف مشان ينقل الصورة للشبكية. أي عتامة بوجود الجسم البلوري أو العدسة العين الطبيعية هو اسمه الساد. الساد يعني باللغة العربية هو العتمات الموجودة ضمن سطح شفاف. فوقت بتتطور بتزيد بتصير ملاحظة للعين الناظرة أنه عطت منظر الماء البيضاء أو الماء الزرقاء. هو أشيع سبب لحدوث تدني القدرة أو العمى بالعالم. هو إذا قلنا الجسم البلوري بتكثف بشكل الساد أو الماء البيضاء تتطور، لذلك الأعراض أول شيء هو تدني القدرة البصرية. منلاحظ أنه النظر عم يتراجع. هلأ بالنسبة للساد وجوده مي البيضة ممكن حدوثه منذ الولادة، ممكن إنتان داخل الرحم من ممكن يكون يولد الطفل معه مي بيضة، كمان ملاحظة بالعين المجردة، ممكن تناول بعض الأدوية بيسبب وجود المي البيضة. بينما السبب الأشيع لحدوث المي البيضة هو التقدم بالعمر. هو أي تغير انكساري عند تقدم العمر بيرافقه عتمات بالجسم البلوري اللي بنسميها الساد. بالنسبة لطرق العلاج اللي ممكن نقترحها، هلأ هو دور الطبيب بده يراقب قديش درجة العتمات الموجودة وقديش تأثيرها على تشويش النظر مشان يقرر العلاج. أول شيء ممكن نحن نبلش يعني وقت بيصير في عتمات بالجسم البلوري ببداية المي البيضاء رح تغير النظر بالنسبة للمريض. فلذلك هون الطبيب بالفحص ممكن يحسن القدرة البصرية باستعمال النظارات. هلأ وقت بتتطور المي البيضاء أكثر بتزيد العتمات أكثر، النظارة رح تفشل بتصحيح البصر، فلذلك بيلبس المريض النظارة وبيكون مزعوج بالنظر. فهون منتجئ للخيار الجراحي. الخيار الجراحي هو أكيد محدد أنه أنا بدي أسحب هالعتمات، بدي أسحب العدسة المتكسفة اللي الله خلقها وعوض ببدائل تانية هي العدسات الصنعية المحقونة داخل العين حتى نعيد النظر لوضوحه. هلأ هون التحدي عبر التاريخ بتطور عمليات الماء البيضاء منذ التاريخ، وقت كانوا مثلا من مئات السنين وقت يلاحظوها بالطب العربي الشعبي القديم كانوا عندهم طرق يعني تداخلات جراحية على قدهم أيام زمان. فهي محاول فيها جراحات منذ مئات السنين. كلياتنا بنسمع خاصة الكبار طريقة القدح كانت من زمان، انه كان الطبيب العربي او الطب الشعبي طبعا بدون غرفة عمليات بدون شيء بيحاول بفوت وبيفتح المي البيضة. طبعا هذا تاريخ بالنسبة لعمليات المي البيضة. التطور العلمي اللي صار انه انا
بدي اعمل عمليه واسحب المي البيضه وعوض بعدسه داخليه. كل ما كان الجرح اصغر كل ما حيحصل المريض على نتائج صغيره. من زمان من 20-30 سنه كان اجراء عمليه المي البيضه هو عباره عن شق علوي تقريبا 10 ميلي، انا اسحب المي البيضه وازرع عدسه. كمان العدسات تطورت بعدين، وقت تطور العلم بعدين تطورنا جهاز اسمه الفاكو اللي هو استحلاب البلوره، هو بنسميه ليزر بس هو ماله ليزر، هو امواج فوق صوتيه التراساوند. الهدف انه منفوت من جرح صغير لداخل العين 3 ميلي وفي 2.8، كل ما تطور العلم كل ما عم يحاول يفوت بجرح اصغر مشان النتائج البصريه تكون مرضيه اكثر للمريض. تمام. فمثل ما قلنا جهاز الفاكو بالعربي هو استحلاب البلورة. المي البيضة عادة بتكون قاسية جوا، فمن زمان كان يضطر يوسع الجرح اللي بالعين مشان يسحبها، بينما وقت طورنا جهاز الفاكو، الفاكو استحلاب البلورة هو بيعتمد بالأمواج فوق الصوتية على تفتيت المي البيضة ورشفة، وبتجي عدسة زرع منتهية هي محقونة بالإبرة بنسميها العدسات المطوية داخل المحقن. بتجي عدسة مطوية مثل الإبرة بتفوت لداخل العين. الهدف كله من الجراحة أنه ما أعمل جرح كبير، فبالتالي النتائج البصرية للمريض بتكون جيدة. تمام. عندك أسئلة تفضلي. دكتور نحن خلينا نحكي أكثر اليوم عن الأعراض اللي ممكن تظهر أو يعاني منها الشخص اليوم أنه عنده مي بيضة. منلاحظ كثير من الأشخاص يمكن ما يعرفوا أنه عندهم هي المشكلة، يمكن يتأخروا برحلة العلاج. خلينا نوضح هي النقطة. مثل ما حكينا العرض الرئيسي للمي البيضة هو تدني القدرة البصرية. وقت بتصير شديدة المي البيضة بتكون القدرة البصرية كتير متراجعة عند المريض، فبتصير ملاحظة بالعين المجردة. بس الهدف من الجراحات وقت بتكون المي البيضة بمراحلها المبكرة تمام، بتكون إجراء العمل الجراحي أسهل، لأنه اتفقنا جهاز الفاكو رح يفوت يفتت من جرح صغير ويسحبها. فإذا كانت قاسية متطورة فبتكون أصعب، بينما إذا كانت لسه بيقدر ياخدها الفاكو يفتتها فبتكون أسهل. فلذلك هون نحن بننصح المريض أنه ما يتأخر كتير بموضوع عملية المي البيضة. طبعا مو ما يتأخر أنه يستعجل، لا أبدا، هون قرار الطبيب أنه وقت بتكون المي البيضة هي السبب لإعاقة الرؤية لتشويش الرؤية. بينما أنا بالنسبة لي كخيار وقت بيجيني المريض بقدر أعطيه نظارة حتى لو عنده مي بيضة، قدرت أعطيه نظارة أحصل على نظر مرضي بالنسبة له، فبقول له الخيار بيرجع لك، بقول له بنتركها مراقبة، لأنه تطور عبر العمر ما في شيء ثابت، ممكن عند مرضى خلال 6 شهور تتطور، ممكن خلال سنين. فقرار الجراحة يؤخذ طبعا وقت بتكون ما عم نقدر نحصل على نظر صافي بالنظارات الطبية. تمام. هون نحن نتجه للجراحة. أما فكرة تأخيرها طبعا نحن ما بننصح المريض لتأخيرها للمرحلة لنضطر نتجه للجراحة. لا، مثل ما قلت لك يعني هلا بجيني مريض عنده المي بيضة متطورة جدا، فأنا بدي اضطر ما اشتغل بالفاكو بالليزر، يعني بدي اضطر اتجه للجراحة لأنه بتكون قاسية يصعب على الفاكو انه يسحب. للأسف يمكن آخر خيار اليوم بتلاقيه هو التوجه إلى الطبيب. يعني لو فعليا بيكون خيار الأول فينا نختصر رحلة العلاج وآثارها. بس خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، ممكن ترجع يعني بنشوف حالات مثلا مي بيضة أو مثل ما بنسميها بالعامية أو مي زرقاء، بيتم عملية ليزر وبعد فترة ممكن تعود. هلا من حيث المبدأ أكيد ما بترجع، لأنه أنا شيء عم شيله من العين اللي هو جسم البلوري، أنا شلته من العين وبدي عوض بعدسة صنعية، فمن حيث المبدأ ما بترجع. بس في مصطلحات دارجة ممكن الناس تسمعها، أنه مسح عدسة بعدين. هلا هذا المصطلح هو ناتج أنه أنا وقت بسحب المي البيضة بحافظ على غشاء رقيق اللي هو المحفظة الخلفية لجسم البلوري مشان ازرع عليه العدسة. هلا بعد سنة أو سنتين بترجع بتغبش بتراجع النظر، السبب بيكون كثافة هاي المحفظة الخلفية تحت العدسة المزروعة. فمنقول له للمريض هون انه العدسة صعب بدها مسح، هو الفكرة مو العدسة اللي بدها مسح، هو الغشاء الرقيقي اللي خليناه من جسم البلوري بده مسح، او هو بس هذا مو اجراء عمل جراحي. في جهاز اسمه الياج ليزر، جهاز الياج ليزر بنحط المريض في شعاعين من الليزر بنفوكسهم وراء العدسه على المحفظه الخلفيه وبيتم اضافه جهاز ليزر بيعمل كات وبينظف. طب يمكن نشوف يمكن الشيء الشائع هو اصابه العين الاخرى.
هلا طبعا الساد المرتبط بالعمر او المي البيضاء المرتبطه بالعمر اذا كان سببها هو تقدم العمر رح تبلش بالعينتين من حيث المبدا، بس طبعا في عين بتسبق عين. بينما الاسباب الثانيه للمي البيضاء كمان نسينا اهم سبب، كمان سبب شائع هو الرض. اي رض على العين يعني ضربه على العين، سواء رض مغلق يعني ما ادى لجرح او رض مفتوح ادى لجرح قرنيه، غالبا رح يترافق مع حدوث المي البيضاء. هون بهالحاله لا اكيد العين الثانيه ما حدثت على رض، فما في عندي مي بيضاء رح تتطور فيها. فهي من حسب الرض، حسب الأسباب، المي البيضاء ممكن تكون وحيدة الجانب أو ثنائية الجانب. المتقدمة بالعمر ببلشوا بالعينتين، واحدة بتسبق واحدة. وكمان المي البيضاء اللي سبب حدوثها تناول بعض الأدوية خاصة الاستيرويدات يعني الكورتيزون، طبعا بيأثر على العينتين، طبعا عين بتسبق عين. فحسب السبب نقدر نقول هل تصيب العين الواحدة أم تصيب العينتين. تمام دكتور، يعني ذكرت حضرتك أنه أكيد للتقدم بالعمر في دور وسبب لحتى تحدث هي المي البيضاء، ممكن اليوم نشوف هي المشكلة تحت سن 50 وشو السبب؟ هلأ مثل ما ذكرنا ممكن بأي عمر حدوث المي البيضاء. هلأ المي البيضاء المرتبطة بالعمر في قصة عائلية، يمكن في عائلات عندها مي بيضاء بأعمار الخمسينات، في عائلات بالستينات. هون نلاحظ دور القصة العائلية، ما في شيء وراثي دقيق موجود، وإنما هي قصة عائلية. الساد المرتبط أنا وقت بفحص مريض بلاقي عنده مي بيضاء بحاول دور على سبب، بسأله على قصة تناول أدوية معينة أو أشعة ضارة معينة أو حدوث ضربة على العين، رد على العين. إذا ما لقيت فهون أنا من شكل المي البيضاء بدي اتجه لأنه هو مي بيضاء مرتبطة بالعمر. تمام، فهون لك قصة عائلية، يعني عادة بعمر الخمسين أو الستين أو السبعين، أو أحيانا في عائلات ما لا شائع الحدوث المي البيضاء عنده أكيد. بس هو مثل ما قلنا الساد أو المي البيضاء أكثر مرض عيني شائع حدوثه وأشيع سبب لتدني القدرة البصرية بالعالم، وعبر التاريخ أقدم مرض مشخص عيني يمكن أكيد. أكيد بالختام بدنا نتشكرك دكتور، ودائما يعني في معلومة طبية مفيدة مع حضرتك، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتور، نورت صباحنا. يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا لك.